اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده من المطبخ المصري، مطبخ مصري بشهاوه الريف المصري الصعيد المصري، بيبقى له مذاق خاص جدا لما نبدا ان احنا نقلب في الاكله ونديها الجوده بتاعتها. يعني النهارده معانا السجق البلدي، في جزار في المنطقه بنوصيه شويه سجق حلوين، البتنجان احنا هاملينه شويه يعني بنستخدمه في طبق مسقعه مع الفلافل او الطعميه المتحمره، ولكن نعمل طاجن سجق بالبتنجان ده موضوع وده حكايه، لان البتنجان غني جدا ومضادات للاكسده وقيمته الغذائيه عاليه جدا، وهو اي نعم من بره اسود ولكن من جوه قلبه ابيض زي الشيف. هنشوف النهارده هنقدمه بطريقه جديده زي لحضراتكم، هتعجبكم بالتاكيد وهتناسب الاطفال والصغيرين وكل افراد الاسره. معانا الخيار والطماطم النهارده هنعمل طبق مخلل. هعمل مزيج ما بين الخيار المخلل والخيار الاخضر الاثنين مع بعض مع طماطم. الطبق ده على السفره بيحل مكان الترشي. انا مش عايزك تشتري ترشي من بره، البيت تعملي فيه الخيار، تعملي الطماطم، تعملي الجزر. المخللات ديت مهم جدا انك تكون من انتاج ايدك انت ومن اصابع ايدك العشره. السفره بتاعت النهارده بما ان الجو حر احنا مهتمين جدا بالايس كريم، كل يوم معانا نوع من الايس كريم. النهارده هنعمل السموزي الخوخ بالزبادي، بما ان هو طبعا الخوخ مفيد جدا وخاصه خير ارضنا بتاع سينا والواحات. هنشوف هنعمله مع بعض النهارده مع الزبادي ازاي، مع فليفر من النعناع الاخضر والتلج والسكر، اضافه العسل حسب الرغبه. تفاصيل كتيره النهارده وحلقه بسيطه وسهله، ولكن معلومه غير معلومه، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. هنعمل مع بعض دلوقتي سموزي الخوخ بالزبادي، مقاديره على الشاشه بسيطه وسهله. زبادي، خوخ بتاعنا بتاع سينا بتاع الواحات من خير ارضنا اللي بنصدره للدنيا كلها، ربنا انعم علينا السنه دي طبعا بالجو اللي احنا فيه ده والكورونا والمشاكل، ربنا عوضنا بشويه فواكه السنه دي للامانه رهيبه، من البطيخ لكل انواع الفواكه. معانا خوخ، معانا زبادي، معانا سكر او عسل حسب اختيارك، يعني ممكن تحط سكر او عسل زي الفل. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. واحنا واقفين كده مع بعض نعمل سموزي الخوخ، سموزي الليمون، سموزي الكنتالوب. الحاجات دي مطلوبه طبعا في الايه، في الايام الحر دي كده. احنا كل يوم كان معانا نوع ايس كريم، حبيت النهارده اعمل سموزي الخوخ. زي الفل. هنجيب الخلاط بتاعنا. ما عندكيش تلج في الفريزر، بتحط الخوخ ده في الفريزر شويه يديكي درجه تبريد عاليه، بس ما تنسيهوش خلي بالك عشان ما يكسرلكيش السكينه بتاعه الخلاط. اوعى انت مستعجل ليه؟ هناخد الخوخ ده كده زي الفل. ما احنا بنعمل حاجه حلوه، احنا بنبدا بنطلع الهواء بتاعنا بنجرب كل الحاجات بتاعتنا، خلوا بالكم عشان تتبسطوا معانا. ننزل الخوخ كده في قلب الخلاط، اوعى تنسي نوايا هتعمل لك مشاكل. اول حاجه الخلاط هيبوظ، ابتدي عليا. نزل الزبادي، اللهم صل على النبي، ورقتين نعناع اخضر، خلي بالك العروق مره، ربنا يكفينا شر المرار، قول امين. نعناع اخضر، تاخدي الورقه بس وتسيب العرق، تعملي تبوله تاخدي الورقه بس وتسيب العرق، تعملي فتوش تاخدي الورقه بس وتسيب العرق، تعملي سلطه زي اللي عملتها دلوقتي تاخدي الورقه وتسيب العرق، وهكذا. ننزل بالسكر، اللهم صل على النبي، ونشيل كل ده من هنا. عينيا اهو، معانا ميه مبرده لان معانا الخوخ اهو، هو ده هو ده بس، خلص الكلام. نظبط ده كده ونشغل الخلاط بتاعنا. خلص الكلام، احلى سموزي، ساعد على الهضم، الخوخ قيمته الغذائيه عاليه جدا، مفيد،
بيعلي الذاكره، مضادات اكسده. الخوخ من الفواكه الغنيه بالقيمه الغذائيه. السلطه عايز اقول لحضراتكم يعني بتلعب دور كبير جدا، زي المثل ما بيقول بنضرب عصفورين بحجر. طبق مخلل وطبق سلطه الاثنين مع بعض، الخيار جماله مع البطاطا طماطم الحلوه، وهي شوربه البهريز والصوص بتاع الخيار المخلل مع التومه الطازه وعصير الليمون وزيت الزيتون، سجق بلدي مع البتنجان، الاثنين بيتنافسوا في طبق واحد، حاجه لطيفه وجميله ما خدتش مننا وقت. والمغازي دايما لما بيجي سيره العصير والسموزي يقول ايه بقى؟ زي ما بيقول الشوام، يا صبابين العصير ايه؟ زيدوا حالاته. سامعكم انا. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. الخلاط مليان، معلش شيل ده كده. يا الله، معايا مخرج شاطر هنا زي الفل. تمام، نصب ده كده كمان. الزبادي مع الخوخ مشروب انا بعشقه، خاصة لو واكل اكلة تقيلة وعايز انام وما عنديش وقت وعندي شغل الصبح بدري، فعلشان يساعد على الهضم زبادي بالخوخ. اللهم صل على النبي، زي الفل. الكوبايه دي ناقصه شويه، دي بتاعت المخرج، عايزه مليانه. حلقات النهارده اعتقد ان هي بسيطه وسهله في متناول الجميع، مفيش اختراع ولا حاجه ولا ان احنا كلفنا. جبنا البتنجان بتاعنا الرومي، ريحناه من جو المسقعه، من جو المقلي، خدناه مع سجق بلدي في قلب الطاجن، في ليفر وتيست وطعم بسيط وسهل، كزبره خضراء في قلب الطاجن، معلقه هريسه حمراء. التوابل اللي انا تبلتها للبتنجان بتغنيني ان انا اتبل السجق. عملنا طبق سلطه جميل جدا في الطبق بتاعي، شكل الهرم في القيمه الغذائيه بتاعته، دخل الثوم، الثوم مفيد جدا للكوليسترول. زيت الزيتون مفيد جدا كمان للكوليسترول، الخيار بصديق المعده، الطماطم غنيه جدا بالمعادن والكالسيوم اللي موجود فيها، العصير بتاعي جميل بيساعد على الهضم وكمان في الجو الحار اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي. رؤيه فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه، ممكن في اقل وقت ممكن نعمل حاجه حلوه، عارفين ليه؟ ايه السر؟ حب حضراتكم لينا والكلام الطيب اللي بنسمعه من خلال شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.